مساء الخير عليكم، نتمنى تكونوا كل شيء على خير وبخير. صباح الله. فيما كان بغي ندير معكم شي اوديو ولا شي فيديو، تكون مروحه شيء طبيعي. انا مسافره والكل تعرف، لان الكل كل شيء لا متابع لطيفه فينا هي، ياك ما محبوسه ياك ما فهمتش. المهم جا الوقت اللي خصني نهضر. ما غاديش نقول بحال دائما انا ماشي من النوع اللي كنرد، انا ماشي من النوع اللي تنتكلم، انا ماشي من النوع اللي تنرد على، ولكن هذه المره شويه زاد الحد، زاد بزاف، لاني ما كنفكرش في نفسي دابا. انا زمان ما كنتش نفكر نهائيا في لطيفه رأفت، تنفكر في سمعتي، تنفكر في الناس اللي كيحبوني باش ما نعملش شي حاجه اللي تضرهم. لكن الان اول وحده كنخاف عليها وكن يعني كنخمم فيها بزاف وتنفكر فيها بزاف، وهي بنتي الماس. النهار اللي تزات الماس انتوما كتهضروا، النهار اللي تزات الماس ما خليتوش حتى واحد البنيه تعيش بسلام. ها اللي ما عندهاش باها، ها اللي سرق لها بيض، ها اللي على الزعره كولتها مع هذا اللي نايض عليه الصداع مالي، كو كانت سمراء ما نقولش كحله، ولكن تزات مع انسان زعر وكيعرفوه بزاف اللي كيكتبوا عليه. نهار اللي بغي هو يبان مع بنته مرحبا به، من حقه الا مبغاش يبان. تحطات البنت معايا، علاش البنت زعره وهي بيضة؟ يعني شنو هاد الافكار؟ شنو هاد الشيء هذا؟ اش درت لكم؟ على فكره كنتكلم على الناس اللي كتأذي، ما تنتكلمش على الناس. وكنشكر الناس اللي اتصلوا بيا، وكنشكر الصحفيين اللي اتصلوا بيا، وتنشكر الناس اللي كلهم تيقولوا لطيفه لطيفه ما ديهاش في هاد الشيء. ولكن هاد المره شويه زاد، يعني زاد هادشي على حده. وبالاخص انني حتى ناخذ البنتي، انا ماشي سافرت البنتي على فكره، عاوتاني انا ما سافرتش بنتي نوال، انا كنقول لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمه ومؤمنه بالله، وكنامن بالرسول عليه الصلاه والسلام وكتابه المنزل بالله سبحانه وتعالى. فانا سافرت انا بنتي عندها عطله فقط، وما سافرتش بها من نهار اللي مرضت للوالده، والان راها مريضه للوالده. ولكن البنيه خاصها تسافر، وباها بغى يسافر سي نورمال، خصني نسافر مع عائلتي. اشنو كيقولوا؟ لطيفة هربات، واش ما عندناش قانون في البلاد باش نهرب؟ علاش غنهرب؟ بغيت هادو اللي تيقولوا لطيفة هربات يخرجوا يقولوا علاش هربات؟ ما كاينش بوليس في الديوانة، ما كاينش حتى حاجة، يعني تنخرجوا كيف ما بغينا وتندخلوا كيف ما بغينا في هاد البلاد، يعني عادي عندكم. أنني أنا هاربة، منين غنهرب؟ بغيت نعرف منين غنهرب؟ وعلاش غنهرب؟ هادو اللي تتكتبوا اللي كتبوا في التعاليق خلاص. وصل بعض الاخوان او بعض الناس، ما خصنيش نقول الاخوان، السب والقذف وكلمات نابيه جدا. ما فكرتوش هاد البنيه اللي راه ناعسه دابا مسكينه، ما فكرتوش مستقبلا شنو غتشوف على امها؟ النهار اللي تزادت خرجت وحدها بيضها، ها سرقت البيض، ها سرقت، طلع لها واحد مشترجم، ما هضرتش في هاد الموضوع، قلت انا كبيره من هاد الشيء، واحد نقز لها مشترجم وجا وفتحها وحيد لها البيض وجابوا ليا. شنو هاد الخرافات؟ شنو هاد البنت باها ولا كلشي تيقولوا فين با؟ فين عمركم عرفتوا راجلي؟ باش انا الان هذا نقول له نوض تبان. فين عمركم عرفتوا راجل لطيفات الا واحد رحمه الله سي حميد العلوي، وكان ممكن ما يتعرفش لو ما كانش مدير اعمالي، لان كان مدير اعمالي كان يمكن هو معروف اكثر مني. انا بديت صغيره ما كنتش معروفه، هو كان معروف عليا لانه كان مدير اعمال ديال الاخت تمام قدادي، رجاء منيح الله يرحمها، مجد عبد الوهاب، كان يعني مدير اعمال ديال بزاف ديال الناس، وهذاك الشيء كان معروف. انا اللي ما كنتش معروفه هو عرفني. انا مشيت ديك الكويس ديال كنشرب الزعتر وفلي ولا لا هذاك، لان مروحه. عاوتاني هذا اتاي ماشي شراب، هذا اتاي، لان هذا الشيء اللي ولينا فيه حنا في المغرب ولا خايب بزاف. هذا اتاي، اتاي فيه الحامض والعسل وسكين جبير، جابوه لي باش شويه لان حلقي وصدري وراسي عيت بلي زونتيبيوتيك، كما كنقولوا ما شكيت عليكم. واحد تيقول له لطيفه تزوجت 6 زويجات، بغيت نعرف اش من فوقاش حضروا، واش حضروا ليا في العشاء ولا في الغداء ولا وقت اللي كنكتب كاغيط مع هاد الناس، كنقولوا كاغيط درب صداق، فوقاش واش حضرتوا معايا؟ لطيفه تزوجت 6 زويجات، انا غنبقى نجاوب اي واحد، راه كلشي كيوصلني انا ما كندخلش، لكن الناس كيصيفطوا لي الله يكثر خيرهم.
واحد بعدا قال كلمه ما نقدرش نقولها عليكم، نقولها لكم، سبني بسب نابي. علاش هادشي؟ عاد نجيكم الموضوع اللي نتوما فيه الان خايضين. علاش هادو؟ انا ما عمري بغيت نهضر، دابا غنهضر. بنتي ما كنبينهاش من حقي، ما تبانش، هي قربت تبارك الله بدات تكبرت، بغيت تبين راسها الله يعاونها، لكن انا ما ولتهاش باش ندير بها اشهار، ما ولت ما ماشي من حقي، ماشي من حقي نشهرها. بدا بغدا تكبر تقول لي انا بغيت كاع نتعرف، علاش عرفتيني كاع من الحياه هذه باش انا نتشهر؟ انا ما كان انا كنخرج كيشوفوني الناس. نهار اللي تكبر كاين باها، كاينه هي، كاين خوتها، عندها خوتها، الا بغاو يبينوها يبينوها، دابا ما مش من حقهم. مي غتكبر تبين. علاش البنت من هيك من كنحطها كنحطها علاش؟ ويلي شعرها زعر، ماشي بنتها. شحال من واحد، انا خويا الله يرحمه جواد تشوفو بنته غيتا تشوفوه، انا بنتي راه ماشي كتشبه باها، بنتي راه بزاف وكتعرفوها، بعض الناس راه كيعرفوا باها مزيان، انسان معروف، ماشي انسان ماشي معروف، وانا كي محترمه اي انسان ما بغاش يبان، من حقه. انا قالك ما تزوجش او ولدت معاك باش باش بنتي تشهر، هذه نقطه واحده، هذه غنسالي غنسد عليها. النقطه الثانيه، هاد البلبله اللي نايضه على هاد البارون المخدرات، عيطوا لي بعض الصحفيين، عيطوا لي بعض الاخوه، قال لك لا من الاحسن تجلس تعاود، انا ماشي من حقي نعاود، وماشي من حقي نعرف، نعرف الناس كنا ما الزيجان ديالي وما وما تزوجتوش ثلاثه المرات، اوكي ثلاثه المرات، واحد الله يرحمه مات وزوج بقي في الحياه، ولو انني ماشي من حقي وماشي من حقكم تعرفوا حياتي. وبعض الناس اللي كيحبوني وكيحترموني غيبقى فيهم الحال اليوم يقول لك علاش نزلتي لهذا المستوى، لكن نزلت لهذا المستوى باش هادوك اللي نازل تحت مني يطلعوا شويه مستوى. هنا بزاف هادشي بزاف. انا هاد المالي باش غنرد على واحد المقال عاد تصيفطوه لي دابا شي وحده، هل لطيف رأفت كتعلم بانه كيدير مخدرات؟ غنجاوبكم وغنجاوب هاد صحيفة ولا صحيفة ولا موقع ولا ما عرفت شنو. بارون بهذا الشكل اللي نتوما نيت بنفسكم كتقولوا عليه بارون وعندو فعال وترك وطيح اسماء، ما يمكنش يثق في وحده يلاه عرفته ربع شهور ويقول لا انا بارون مخدرات، حيت انا ما محتاجاش لبارون مخدرات، خليوني نبقى باغيه بلادي اللي هزاتلي وعطاتني اسم كبير، خليوني نبقى جمهوري المغربي اللي انا مفتخره به، خليوني نبقى نبقى باغا بلادي انا وبنتي، خليو بنتي ما تكرهش بلادي، سواء بقيت في حياة او كبرت وجلست في الركنه، خليو بنتي تبغي ناسها وتبغي اصلها وبلادها. انا بهذا الشيء وليت تنقول شنو درت، شنو درت في بلادي الوقت اللي كانوا الاخوات كلهم كيسافروا وتهاجروا ويغنيو برا ويغنيو في الخليج ويغنيو في مصر، لطيفه ما بغاتش، لطيفه تنقول لا ما نبيعش بلادي وما نمشيش وما ناخذش اسم اخر من غير لطيفه، باش نهار اللي يسمعوني يقول هذه لطيفه رأفت ماشي اسم اخر. للاسف اسمي رأفت حق، ما عندي ما ندير، حنا كنيتنا رأفت اسم شرقي، اكيد كلشي كيتسنى واقع هذا البارون. انا هاد السيد ولا ماشي من حق تحت يعرف، مي انا غنقولها، هاد السيد دخل من باب الواسعه وبغى يتزوج بلطيفه، معرفة بالضبط 15 يوم وطلب الزواج، وهاد 15 يوم عرفتو بانه رجل اعمال من افريقيا اللي جاو المغرب باش يستثمروا في المغرب، وكان سيدنا الله ينصرو يلاه كان مشى لمالي وجاي من مالي باش انه يستثمر، وعرفتو شركات وعرفتو عنده اموال وعنده ماشي عنده مخدرات، عرفتو كأي وحده غتعرف انسان عنده، ما غنتزوج شي واحد نخدم عليه من جراني واحد عنده رزقه وطلبني في الحلال، مشيت معاه في الحلال، راجلي على سنة الله ورسوله كان. يمكن هادو اللي قالوا راني مزوجة بستة ديال الرجال ولا كتار وهذا، وقيلا تاهما حضروا فيه ويقولوا لكم كيفاش كان ضرب الصداق، بويسكو تيقولوا لطيفة شبعة الزواجات وستة زوجات وكيف، ويلا يقولوا لنا هاد العرس ديالي مع هاد السيد او ضرب الصداق ديال هاد السيد شنو كنت لابسه وشنو كان لابس هو، هذا ديال الانسولين ديالي يا بنتي، راه الله يرضى عليك
والله العظيم غير الحمد لله معايا عاطفة الوالدين ورضا الوالدين ومحبة الناس ودعاوي الناس معاه مع هذا السكر وهذا الشيء. الله يحفظه صافي، خلينا غير ربي هاد البنيته على لي سلام. الله يرضى عليكم، الله يحفظكم، الله يخليكم معز عليكم. انا ما عمري تنمرت على شي حد، ولا عمري هضرت في شي حد، ولا عمري نوريكم حتى الانسولين في كنضربها للاسف. والله ما نستاهل بالله، واش بسهاش حيت مريضة راه كلشي مريض، الله يشافي الجميع. ما نساهاش على الحب اللي عطيت لبلادي واللي كان اللي كنكنوا لولاد بلادي بالاخص. يجي شي واحد يقول لي حتى اللي عادوني وغادوني غير هكاك عادوني غراتويتمون، والله لا للاسف كنشوف اللي عادوني ولا كنت كنبغيهم وكنحبهم وكنقدرهم، هما اللي ما فهمتوش اش عادوني. جو سيبا ما نعرفش، انا ما نقدرش نعرف اي واحد جا وعادني وهضر فيا ما نعرفش، لان ما نقدرش، ماشي مسؤول على ودنو اشنو سمع. الوغ هاد السيد جان باب واسعه تزوجت بيه وكان وشتو شفتو مع ناس مع مسؤولين ومع ناس اللي ما غاديش نشك فيه. انا اساسا ما يمكنش تطيح لي في بالي ان واحد يجي تبيع مخدرات او كيف، انا ما نقدرش الان نقول اش كيدير اش بابا قالوا كيف بلاد، ماشي انا اللي غادي نقول لكم اش كيدير ولا اش معايا. يعني تزوجت على سنة الله ورسوله، طلقت منه مده 4 شهور و10 ايام بحال شديت حق الله. علاش ما طلقتش منه؟ حيت عرفتو بارون المخدرات ابدا. واش هادشي صح نيت؟ اولا اللي خصكم تعرفوه كيعرفوها كاع اللي تزوجوا في المغرب وتزوجوا بانسان يعني جنسيه اخرى، زواج مختلط تيكون واحد لونكيت، لونكيت ديال البوليس، هل هو عنده شي متابعه قانونيه؟ على السيد ما عنده والو، السيد رجل اعمال، السيد ما عنده والو. سألت عليه الناس اللي عرفتو معاه قال لك رجل اعمال وجاي يستثمر، ماذا بيا يستثمر في بلادي؟ ماذا بيا يخدم الناس؟ ماذا ماشي باش يعيشني. على فكره انا عايش في داري، جا عايش في داري اللي كتقولوا شراها لي، انا داري اللي كسبت هذه اللي كنسكن فيها اللي كتقولوا قصر، ماشي قصر فيلا بحجم مع الناس، بنيتها في 2005. وهذا السيد عرفته في 2000 في الاواخر 2013، ولاك دو مارياج عندي معاه من اخر من الاول جانفي الى 6 شهر 6 ماي، يعني 4 شهور. طلقت منه لانه السيد ما بغانيش نبقى في الدار ديالي، من حقه كيقول لك انا ما نسكنش في دارك وانا عندي الماده وعندي وعندي، خصك تكوني معايا في الدار البيضاء. مشيت مع السيد، ماشي شكلي، ماشي انا، ماشي شكل السهرات، ماشي شكل ديال، ماشي عرفت بان ما يمكنليش، فقط ما يمكنليش، كان هناك غموض خصني نعرف بزاف الحوايج. السيد رافض، فقلت له اللي جمعونا يفرقونا، وتفرقت معاه طلاق شقاق. هاد البارون اللي كتقولوا عنده كاين اللي قال عنده جزر، انا ما تعرفش هادشي، سعداتكم عرفتوه. طلقت له طلاق الشقاق، يعني حتى العدول انا اللي خلصته. اوكي لو كنت عرفتو بارون وعندو هادشي وغنقول لي انا كنت بصح طمعت في انسان بحال هذا. انا مشت منه، انا كنت فيه مشت منه غير الخير، مشت راجل كازمع كيامر تزوجات ما صدقش الزواج، ما نقدرش نكون مع انسان ما عارفاش شنو تيدير بالضبط. يعني ها الشركات ها كلشي، كل مره كنسالو على بزاف الحوايج، انا في غنى عن المشاكل. طلقت طلاق شقاق، ما خديت ولا فرانك، دار داري، والفيلا اللي كلشي كيهضر عليها و تيقولوا خلالها قصر وفيلا، الحمد لله القانون والفرقه الوطنيه عرفت شكون اللي عرفتكم شكون اللي ساكن فيها، ماشي انا، ما خلاليش انا. ولو كون عرفتو بارون نكون قلت له كتب لي داكشي كله اللي عندك باش ما يمشيلكش وما يوقعكش في مشاكل، ويتشد هو ولا يهرب ولا هذا، كيبقى عندي كلشي. مي انا عندي الحمد لله رضات الوالدين، محبه الجمهور، ومستوره والحمد لله مستوره، حسبوها كيما بغيتو. انا واحد النهار مشيت مع واحد الناس واحد الفيرما في الغرب، ماشي ديالي راه فيها جوج ثلاثة ونص هكذا، تسماو البنان كله اللي في الغرب ديالي. مشيت مع واحد الناس وما عرفوش اشنو عندي، واش هذيك الفيرما؟ قال لي وي كنعرفها. واش ديك اللي عندك فيها 30 قطار د لافوكا؟ علاش هادشي كله؟ علاش؟ حاجة واحدة، كتستهونوا بزاف بالأمن الوطني ديالنا، كتستهونوا بزاف بالفرقة الوطنية. هل يعقل هاد الأسماء كلها اللي تجبدات في هذا الموضوع يخلوني أنا استثنيوا فقط لطيف رأفت؟ شكون هاد لطيف رأفت؟
عطيت البلاديه الحمد لله، ومازال الا باقي فيها شي صحه نعطي، والله انا باغي نعطي شويه غير بنتي باش تشوفني كنغني، ومن بعد سلامه.